الشحنة بتحمل الرخصة الفلسطينية والرخصة الأردنية، يعني بنشتغل على خط الأردن، كنا نشتغل من سنة 75-76 لغاية 2008-2010 زي هيك يعني، وقف الجسور عنا. الحاج كان مسلم، أبوي كان مسلم قبل في 67، كان يطلع على عمان ويطلع على الأردن ويطلع على لبنان ويطلع على المنطقة هذيك يشتغل على شاحنات أبوي. ففي 67 لغاية 68 بطل يطلع هم، يعني صار يشتغل أبوي على تاكسيات وإشي، وبعدين اشتغل على الباصات. بس أبوي كان سابقاً قبل 67 كان على شاحن على تركات وعلى التاكسيات العمومية وعلى الباصات. هذول السيارة، هاي السيارة موديل 67، يوم الحرب 67 كانت عروس جديدة. والورانية الثانية موديل 54. طباص من كل مناطق يعني زراعة، وكنا نحمل يعني أكثر شيء الأغوار كلياتها كنت أحملها، يعني أحملها بندورة، أحملها ما بطيخ، أحمل شمام، أحمل باذنجان لعمان، الفارعة، وادي الفارعة كنت أحمل، برتقان، النصارية برضو، جنين، منطقة جنين كنت أحمل منها، يعني طول حياتي غزة كنت أحمل من غزة الأربد لعمان، يعني طول هاي المنطقة نخلص من هون ونروح على الحجار قباطي، يعني كنا نحمل حجار لجامعة يرموك إربد، لجامعة الأردنية، نحمل سمنة، نحمل صابونة، نحمل شات الزيتون، نحمل تنك فاضي، تنك جبنة، تنك زيت زيتون. أكبر واحد في البلد يعني هو، وأخر واحد أقدم شوفير هو عزان قبل 48 لحد اليوم، لغاية اليوم مع رخص 48 قبل 48 على زمن الجيش البريطاني، ومع رخص على زمن الإنجليز، وبعدين على زمن الأردن. كان أبوي ناقل من بلادنا من هون إلى الأردن لسوريا للبنان يحمل بطيخ وشمام، وكان يجي من الأردن لهون يحمل فحم من عجلون ويجيب له الخليل ويجيب له نابلس ويجيب له جنين ويجيب له المنطقة كلياتها.